يدعم صندوق العمل تمكين النسخة الثالثة عشرة من مدينة الشباب 2030 بشكل مختلف لهذا العام، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج والمحاضرات الفنية وورش العمل التدريبية تنقسم بين مراكز المدينة الخمسة. نعم، يأتي ذلك بالإضافة إلى الاهتمام بزيادة الوعي بما يتعلق بريادة الأعمال وترسيخ القيم الريادية عند الشباب ليكون خيارا بديلا للتوظيف، والذي ساعد على تقديم نماذج قوية من رواد الأعمال الشباب الذين أصبحوا ينافسون بقوة في سوق العمل. شراكة استراتيجية جمعت وزارة شؤون الشباب وصندوق العمل تمكين ألقت بظلالها على مدينة شباب 2030 من خلال إطلاق العديد من المبادرات النوعية التي تعنى بتطوير الشباب في المجالات كافة. طبعا احنا هنا في مدينة الشباب 2030 اللي حرصت عليها على دعمها تمكين منذ انطلاقها. طبعا تمكين يعني تحط دور مهم للمدينة في تنمية مهارات الشباب البحريني، وهذا الشيء لمسناه من خلال النجاحات، قصص النجاح الكثيرة اللي قاموا بها الشباب البحرينيين، سواء من تحقيق إنجازات أو إطلاق مشاريع متميزة. طبعا المدينة تسهم في أو يعني تقوم بدور فعال في تطوير مهارات الشباب البحرينيين وتشجيعهم على صقل مهاراتهم واستخدامها في خلق مشاريع اللي يعني تقوم بتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني. هذه المبادرات هدفت إلى الجمع بين متطلبات الشباب من مختلف الفئات واحتياجات سوق العمل عن طريق توفير برامج وفرص تدريبية متميزة تعمل على سد فجوة المهارات، موفرة بذلك البيئة المناسبة للمشاركين للاستفادة من الخبراء والمتخصصين القائمين على هذه البرامج. تعتبر مدينة شباب 2030 من المبادرات المتميزة اللي احنا نفخر بالشراكة الاستراتيجية مع تمكين لتنفيذها خلال هذه 13 نسخة اللي صارت على مدى السنوات السابقة. طبعا من خلال البرامج المختلفة اللي نقدمها اللي تنمي مواهب الشباب، واحنا نسعى في كل سنة ان احنا نطور من البرامج ونكثر من البرامج بحيث ان هي تواكب متطلبات سوق العمل. نسعد بهذه الشراكة دائما اللي تصير مع صندوق العمل تمكين ووزارة شؤون الشباب. يمكن احنا اكثر الاشخاص اللي نشعر بقيمة هذه النوع من الشراكات الاستراتيجية. اقدر اقيس الاثر على المشاركين الموجودين معاي في 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 برنامج اعلام المستقبل. طبعا ما شاء الله هذه السنة سنة حافلة بالمبدعين، وكل سنة للأمانة مدينة الشباب بشراكاتها بشبابها يبهروننا بقدراتهم وطاقاتهم، ونتمنى بإذن الله أن هذه الشراكات تستمر. ولعل أكبر دليل على أهمية الدور الذي تقدمه مدينة شباب 2030 هو الإقبال المتزايد من الشباب البحريني على التسجيل في برامج المدينة، والذي يدل على وعي الشباب ورغبتهم في التعلم واكتساب المهارات في مختلف المجالات والتي ستساعدهم على المنافسة في سوق العمل.